أنا المواطن محمود الشولي، سكان معسكر جباليا. طبعا أول ما صارت الحرب إحنا نزحنا نزوح داخل مخيم جباليا بسبب قصف المنزل، وبعديها لما اليهود رموا المناشير وقالوا على أهل الشمال كلهم أنهم يتوجهوا جنوب الواد على المناطق الآمنة، خرجنا من الشمال واتجهنا باتجاه المناطق الآمنة اللي هم أساسا قالوا عليها، ورحت عند قرايب إلي في المغراقة، قعدنا غاد 5 أيام. بعد ال5 أيام تفاجأنا أنه برضو من الأماكن اللي قالوا عنها آمنة أنه تمام رمي مناشير على المغراقة وإخلاء المغراقة، وتم قصف المغراقة فوق روس الساكنين اللي فيها، اللي حاولوا يعني إحنا نفدنا بجلدنا من المغراقة، ونزحنا كمان مرة على انصارات. وإحنا في انصارات يعني كنا في مدارس، وانت عارف كيف طبيعة المدارس وازدحام، ويعني مدرسة كنا في مدرسة حكومية، يعني دوبهم لما كانوا يجيبوا المؤونة يوم واحد في الأسبوع ولا في طحين، وأنا معي أطفال ومرة مقعدة. فيعني للأمانة أنا تعذبت لما نقلت من المغرقة لانصارات، والصدف نفس القصة صارت معي تكررت في نزوحنا من انصارات كمان مرة لدير البلح. يعني أنا صرت لافف من شمال قطاع غزة من معسكر جباليا، الحين أنا هنا في دير البلح، صرت نازح لحتى الآن 4 مرات. كان معي أبوي وتوفى معي في الطريق، هو كان مريض قلب وضغط وسكري، توفى قبل شهر معانا في المدرسة بسبب ظروف السقعة وقلة الأكل. وإحنا اليوم زي ما أنتم شايفين كلكم هاي نقاعد هنا عفراش بولادي بأطفالي، بطفلة عمرها 1.5 شهر، بحج مقعدة، أمي مقعدة يعني شلل نصفي، وهينا موجودين لا خيمة ولا مأوى ولا حاجة، فيش إلا ستر رب العالمين. وطول الليل زي ما أنت شايف مرميين هدول الأطفال والحجة هادي مرميين هنا في السقعة. وأنا يعني بناشد إحنا العالم كله إنه يتدخل، يشوف لنا حل، يشوف لنا أي إشي. يعني إحنا بناش يقول عم حلوها، بس يلاقوا مأوى للناس يا عمي، أقل ما فيها إحنا نستر حالنا، نلاقي ناكل، نلاقي نشرب. يعني إحنا لو في مقومات الحياة بنصمد، مش بنصمدش، بس إحنا مش ملاقيين أي مقومات للحياة. لا أكل، لا شرب، لا مأوى، لا مي حلوة، لا مي مالحة. يعني أقول لك يعني أعزكم الله، لما بده يروح على أحد على الحمام بده يمشي مسافة حوالي 700 متر 800 متر على الأقصى لما بده يروح يودي ابنه ولا يرجع بس على الحمام. مي طبعا ما فيش، مي مالحة بنروح، مي حلوة والمالحة بنروح على آخر الدنيا عشان نعبي. ومقومات الحياة تقريبا في المخيم عشان جديد معدومة جدا، وحتى اللي استلم خيمة، الخيمة هذه مش حتلقاها لا من برد الشتاء ولا من المطر. يعني الخيم حتى اللي هان المستلمين الجماعة خيم قماش، يعني لو مطرت كله حيغرق. وهاي اللي بصير معنا لحتى الآن، والله يستر ما يكون في كمان نزوح خامس. إلنا طلعنا من الصواريخ والحجار ومن شو اسمه الحجار رجع علينا وشردنا، وما لقيناش سيارات، ركبنا حمارة وشفنا اليهود كمان، اليهود صار يرمي علينا طخ وهاد وما شفناش. وصلنا ايش صرنا نيجي، اجينا من المدارس البحر ومش لاقيين لقمة ناكلها. احنا روعة بلادنا، منش هنا نيجي، احنا من بلادنا.